السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذا الفيديو راح يكون الفيديو الثاني من دورة تخطيط القلب. راح أجيب هذا الفيديو عن الـ ECG Waves. في البداية إحنا لازم نفهم الكارديو كوندكشن سيستم قبل ما نبدأ بكل موجه بالتفصيل. الكهرباء أول شيء تتكون بهذا المنطقة بالـS A نود، ومن ثم تنتقل للرايت والليفت أتريوم، وبعدها للـAV نود اللي هي راح يصير به هنا سم فيسيولوجيكال ديلي للكهرباء، وهذا التأخير يفيدنا على مود تتفرغ الرايت والليفت اتريوم بالكامل من الدم، ومن ثم تنتقل الكهرباء عن طريق البندل اوف هيس الى البندل برانش اللي هي الرايت والليفت بندل برانش، ومن ثم للبركنجي فايبر ويسوي لنا اكتيفيشن للرايت والليفت فنتريكلز. كل موجه تتكون بالاي سي جي نتيجه مرور الكهرباء بعضله معينه من عضلات القلب. يعني مرور الكهرباء بالرايت والليفت اتريوم راح يكون لي موجه نسميها بي ويف اللي هي تمثلنا الاتريال ديبولاريزيشن. اما مرور الكهرباء بالرايت والليفت فنتريكلز راح يكون لي الكيو ار اس كومبلكس اللي متكون تقريبا من ثلاث موجات اللي هي الكيو والار والاس واللي تمثل لنا الفنتريكولار ديبولاريزيشن. بعدها راح يرجع القلب الى حالته الطبيعيه اللي نسميها فنتريكولار ريبولاريزيشن والمتمثله بالتي ويف. اما الموجه يو ويف اللي هي نادرا تكون موجوده بالنورمال اي سي جي. كويفز ديفليكشن، الويفز ديفليكشن اقصد بها شنو؟ بعض الموجات تلقيها بهذا الاتجاه بوزيتيف، والبعض الاخر نلقيه نيجاتيف، وبعضها راح يكون بجزئين، جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف بهذا الاتجاه. يعني الكهرباء وين متجهه؟ نحو اي ليد راح تخلق لي موجه موجبه. اما الكهرباء اذا كانت مبتعده عن اي ليد راح يكون هذاك الليد سالب، تكون الموجه بهذا الاتجاه. اما الباي فيزيك والايكو فيزيك فهذه هي الموجه بها جزئين، جزء موجب وجزء سالب. الباي فيزيك يكون الجزء الموجب يختلف عن الجزء السالب، يعني مو متشابهات، مو بنفس الشكل اثنينهم. اما الايكو فيزيك فهو لا، الجزء الموجب يعادل الجزء السالب، يعني حاصل جمعهم يساوي لي خط مستقيم، اي يعني صفر. هنا هذا مثال بسيط اوضح به الويفز ديفليكشن، يعني ماخذ بهالمثال الليد 2 والاي في ار. فالكهرباء هي نورمالي تتجه بهذا الاتجاه المتمثل بهذا السهم الاخضر، وهذا الليد 2، يعني الكهرباء متجهه نحو منه؟ نحو الليد 2. اذا راح تكون الموجات بالليد 2 بوزيتيف، يعني مو بهذا الاتجاه، نحو الاعلى، يعني هذا البي ويف والكيو ار اس وهذا التي ويف. اما الاي في ار بهذا الشكل اللي موجود، فالكهرباء مثل ما حكينا تبدي يعني تنتقل بهذا الاتجاه، فاذا تكون مبتعده عن هذا الليد، اذا الموجات بهذا الليد راح تكون نحو الاسفل. هسه راح احكي عن كل موجه بالتفصيل، الاشياء الطبيعيه الموجوده بها، يعني الاشياء الغير طبيعيه ان شاء الله راح اسوي لهم فيديوهات بالمستقبل. فبالبدايه راح نحكي عن البي ويف. البي ويف تمثل لنا الاتريال ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن يعني مرور الكهرباء بالرايت والليفت اتريال. راح تتكون لي الموجه بي بهذا الشكل. شلون يكون شكلها؟ تكون سموث كونتور، يعني بهذا الشكل بالضبط، يعني لا تكون مدببه ولا يكون بها اكثر من راس او اكثر من ارتفاع. تكون مونوفيزيك ان ليد 2 يعني بهذا الشكل، وتكون باي فيزيك ان بي 1. وهسه راح نشوف بالمثال القادم عن الباي فيزيك شيب اوف بي ويف. اما الاكسس فهو راح يكون بتوين 0 تو اب تو 75 ديجري، يعني بهذا الاتجاه بالضبط، يعني الاكسس مالها بهذا الاتجاه اللي مرسوم بالاخضر. اما كديوريشن او قبل الديوريشن، البي ويف شود بي اب رايت ان ليد 1 وليد 2 وتكون انفرتد ان اي في ار حسب القاعده اللي درسناها بالسلايد السابق اللي كان نحكي على الويف ديفليكشن. اما كديوريشن وامبليتيود اللي درسناهن ايضا بالفيديو السابق، فكديوريشن تكون اقل من 120 ملي سكند، الديوريشن اللي هو الهوريزونتال ديستانس، او بما تعادل تقريبا اقل من 3 سمول سكويرز. اما الامبليتيود فهو يختلف بالليمليتس عن البريكورديال ليدز. بالليمليتس راح يكون اعلى من البريكورديال ليدز، وايضا هسه راح نعرف بالسلايد القادم. بالليمليتس راح شقد يكون الامبليتيود اللي هو ارتفاع الموجه، الفيرتيكال ديستانس راح يكون اقل من 0.25 ملي فولت.
أما بالبريكورديال ليدز راح يكون أقل من 0.15 ملي فولت. وأيضا ما ننسى أنه تكون usually followed by QRS، يعني بعد البي ويف راح تكون الكيو ار اس كومبلكس. هذني الأشياء الطبيعية اللي موجودة بالبي ويف، يعني نقدر نقول أنه هذا البي ويف طبيعية إذا توفرت بها هذني الشروط. The normal P wave in frontal plane. في البداية احنا لازم نعرف منه الفرونتال بلين، يعني يا الكترولز يشوف القلب in frontal plane اللي هن الليمب ليدز، يعني متمثلة بالليد 1 والليد 2 والليد 3 والاي في ار والاي في ال والاي في اف. فالنورمال يعني شلون يكون شكل البي ويف بالليمب ليدز؟ مثل ما قلنا احنا بالليمب ليدز يكون الامبليتيود اعلى من البريكورديال ليدز، وهسه راح اوضح هذا الشيء. احنا عرفنا بهذا السهم، هذا السهم يمثل لنا اتجاه الكهرباء بالقلب يعني كشيء طبيعي، وهنا ماخذ لي الليد 2 كمثال. فالكهرباء اول ما تطلع من الاس اي نود راح تنتقل للرايت اتريوم اسميها بي 1، والجزء اللي ينتقل للليفت اتريوم اسميه بي 2. فبالنسبه الى ليد 2 كيف يشوف هذا البي 1 والبي 2؟ هل هن متجهات نحوه او وحده متجهه بهذا الاتجاه وواحده متجهه بهذا الاتجاه؟ اثنين هم متجهات نحو الليد 2. اذا الليد 2 راح شلون تكون الموجه بي بي؟ تكون حاصل جمع الموجه اللي جايتني من الرايت اتريوم واللي جايتني من الليفت اتريوم، فراح تكون البي ويف هنا اعلى من البريكورديال ليدز. اما كنورمال بي ويف، يعني الشيب مال النورمال بي ويف بالبريكورديال ليدز اللي هن يشوف ان القلب ان هوريزونتال بلين، راح يكون بال في 1 باي فيزيك كشيء طبيعي هذا. وبعدين واحنا نمشي بهذا الاتجاه ك في 5 و في 6 راح يرجع الشكل الى مونو فيزيك، اللي هو راح يشبه لي الشكل اللي موجود بالليد 2، بس يكون شنو اقل بالامبليتيود. فكيف يتكون هذا الشكل اللي هو باي فيزيك شيب؟ راح يكون بهذا الاتجاه، يعني جزء بي بوزيتيف وجزء بي نيجاتيف. فاولا عندنا الكهرباء طلعنا من هذا المكان اللي نسميه اس اي نود، ومن ثم تنتقل للرايت اتريوم قلنا نسميه بي 1، واللي ينتقل للليفت اتريوم نسميها بي 2. فاذا جينا نشوف الفي 1 كيف يشوف الرايت والليفت اتريوم؟ يشوف البي 1 متجه نحوه، اذا راح يخلق لي موجه موجبه. اما كيف يشوف البي 2؟ يشوفها مبتعده عنه، يعني الفي 1 يشوف البي 2 مبتعده عنه، فاذا راح يخلق لي موجه سالبه تكون بهذا الشكل، فراح تنتج لي موجه للبي نسميها باي فيزيك بي ويف. الموجه الثانيه بالاي سي جي ويف اللي هي الكيو ار اس كومبلكس، هذا شو تمثل؟ تمثل لي الفنتريكولار ديبولاريزيشن، يعني مرور الكهرباء بالرايت والليفت فنتريكلز راح تتكون لي الكيو ار اس. طبعا تبدي لي من الكيو وتنتهي بنهايه الاس بهذا، يعني موجود مظلل بهذا الاخضر. كديوريشن ايش قد يكون الديوريشن بالكيو ار اس كومبلكس؟ يكون تقريبا بين 0.06 to 0.10 سكند، او بما يعادل اقل من 3 سمول سكوير، يعني كحد اقصى ممكن يصل ل 3 سمول سكوير. اما اذا عبرنا الكيو ار اس كومبلكس كديوريشن عبر ال 3 سمول سكوير، فهي تعتبر وايد كيو ار اس كومبلكس، وهذا كشيء يعني يبين لي انه اكو فت باثولوجي او امبيرد كوندكشن بال فنتريكلز، وان شاء الله نتطرق الى غير فيديوهات كيو ار اس ويفز. هسه راح احكي عن كل موجه بالكيو ار اس كومبلكس شلون نسميها. عندنا احنا طبعا ممكن نقيس على البي ويف وممكن نقيس على نفسه هو اللي كيو ار اس كومبلكس. فبالبدايه نشوف هسه الكيو ويف شنو هي. ذا فيرست نيجاتيف ديفلكشن، اول موجه سالبه بالكيو ار اس كومبلكس هاي سميها كيو. ثانيا الار ويف اللي هي شنو؟ هي فيرست بوزيتيف ديفلكشن، اول موجه موجبه بالكيو ار اس كومبلكس هاي سميها ار. اما الاس ويف شو وقت تسميه اس ويف؟ اللي هي شنو؟ از ذا نيجاتيف ديفلكشن فلويد فيرست بوزيتيف ديفلكشن، يعني الموجه السالبه اللي تبعت لي اول موجه بوزيتيف، اول موجه يعني موجبه. فاذا اريد نشوف على هالاشكال اللي موجوده هاي التسميات، اول شيء هسه مو تكون لي هذا الكيو ار اس، اول موجه سالبه شو نسميها؟ نسميها كيو مهما كان. اذا هاي اول موجه صارت لي سالبه سميتها كيو.
اول موجبه صارت لي شو اسميها؟ اسميها ار، اذا هاي سميتها ار. فهذا الكيو ار اس كومبلكس متكون من كيو وار بس. اما اذا اريد اجي على هذا الثاني، اول موجه تكونت نيجاتيف، شو اسميها؟ اسميها كيو، سميتها هاي كيو. اول موجه تكونت لي بوزيتيف، شو اسميها؟ سميها ار، سميت هذه ار. والموجه النيجاتيف اللي تكونت بعد الفيرست بوزيتيف ديفليكشن، يعني بعد هذا الار، شو اسميها؟ سميها اس. إذا أريد على هالمثال الآخر أشوف يعني كشيء جديد، أول موجة positive صارت ليش أسميها؟ سميتها R، إذا هنا ما عندي Q. بعد ال R هاي كموجة positive، أي موجة تصير negative أسميها S، سميتها S، وهذه ما بها أشياء negative إذا بس R. إذا أريد أجي على هذا المثال، أول موجة تكونت شيء positive، شو أسميها؟ سميها R، يعني ما عندي هنا Q. بس ليش سميتها R small؟ لأنه هذه مو شيء طبيعي، يعني لأنه صغيرة، سميتها R صغيرة، R small. بعد هذا الـ positive deflection تكون لي negative deflection، إذن شو سميها؟ سميها S، سميتها S كبيرة لأنه مو الـ S الطبيعية اللي موجودة بهذا الشكل. وبعد هذا الـ S بعدها تكونت لي موجة موجبة سميتها R فتحة على مود أميزها من الـ R السابقة. وهاي بقية الأمثلة أيضا تنطبق على نفس الشيء. فمثلا على سبيل المثال هذا، اول موجه تكونت لي بهذا الشكل نيجاتيف، سميتها كيو كبيره يعني باثولوجيكال كيو. وبعدها تكونت لي ار صغيره، يعني هذا البوزيتيف ديفليكشن سميتها ار، اكيد لازم اسميها ار، فسميتها ار سمول لانه مو نفس الار الطبيعيه اللي موجوده بهذا الشيء الموجوده بهذا الشكل. وبعدها تكونت لي الاس اللي هي النيجاتيف ديفليكشن افتر او فولوود ذا فيرست بوزيتيف ديفليكشن، هاي صارت الاس. زين الباثولوجيكال كيو ويف انا شلون اميزها؟ طبعا انا خليت هاي ثلاث نقاط اميزها بالاشياء، يعني بعض الليدات هي بها نورمالي كيو ويف، فهذن الثلاث اشياء يعتمدن على على وجود الكيو ويف الاساسيه نفسها. عندنا هي الكيو ويف نورمالي موجوده بالليد 1 بالاي في ال بالفي 5 بالفي في 6. على سبيل المثال عندي بالفي 5 كيو ويف، هذا الكيو ويف اذا صار بهذن التغييرات اسميها pathological كيو ويف، يعني رغم هي موجوده ازدادت صارت مور ذان 2 سمول سكوير ديب، يعني نزلت جوا بالجزء السالب، يعني صارت اكثر من مربعين صغيرين، هاي اسميها pathology. اذا صارت شنو مور ذان 25% اوف هاي اوف ار ويف ان ديبث، يعني صارت مثلا هذا الكيو ار او خلينا نشوف هذه صارت لي شنو اكثر من 25% من ارتفاع الار ويف اللي بنفس الكيو ار اس، فاسميها شنو كيو كابيتال اللي تمثل لي باثولوجيكال كيو ويف. او النقطه الثالثه اذا صارت مور ذان 1 سمول سكوير وايد، يعني كعرض مالها كديوريشن صارت اكثر من 1 سمول سكوير او اكثر من 40 ملي سكند كديوريشن، هاي اعتبرها شنو باثولوجيكال كيو ويف. هاي الكيو ويف اللي اعلق عنها الموجوده اساسا يعني كشيء طبيعي هي موجوده، بس اذا صار عليها هذا التغييرات راح اسميها باثولوجيكال كيو ويف. اما اذا ظهرت لي كيو ويف بليد معين هو نورمالي ما بي كيو ويف مهما كان طولها اعتبرها باثولوجيكال ويف. هسه راح احكي على نيوترال بلين اند هيمسفيريك كونسيبت، يعني شنو؟ يعني انا هسه عندي بال كيو ار اس كومبلكس عده اتجاهات بالموجات، يعني عندي موجه مثلا بوزيتيف وموجه سالب يعني نيجاتيف والى اخره. فشلون تتكون هالكيو ار اس كومبلكس؟ عندي قبل ما اشوف شلون تتكون نحكي لازم على نيوترال بلين والهيمسفيريك كونسيبت، اللي هو شنو؟ ذا بيربنديكولار لاين تو ذا ليد اكسس، يعني شنو هذا الليد؟ هو مثلا انا هسه جاي احكي على ليد 1 مثلا، فاسوي خط مستقيم بهذا الاتجاه، الجزء اللي موجود هنا هذا يكون بوزيتيف من الكيو ار اس، والجزء الموجود هنا هذا يكون نيجاتيف. زين شنو الجزء النيجاتيف وشنو الجزء البوزيتيف؟ ان احنا الكهرباء اول ما تنتقل للفنتريكلز راح تجي بالسيبتوم هنا، من يصير اكتيفيشن راح يصير بهذا الاتجاه، اول شيء يصير اكتيفيشن بهذا الاتجاه اسميه هذا الانيشال فيكتور، وبعدين راح يصير بهذا الاتجاه اللي هو هذا المين فيكتور فيكتور، وبعدين راح يصير لي شنو هذا التيرمينال فيكتور بهذا الاتجاه. فهسه راح نشوف بالسلايد القادم شلون تتكون الكيو ار اس كومبلكس بمختلف الليدات. The normal QRS complex in frontal plane.
بالفرونتال بلين اللي هو متمثل بالليدات الليد 1 ليد 3 الى اخره. يعني كليد 1 شلون تتكون الكيو ار اس كومبلكس؟ احنا مثل ما حكينا على هذا النيوترال بلين شلون نسوي مثلا هذا الليد 1، الجزء اللي يقع لي هنا من الكيو ار اس كومبلكس هذا يكون موجب، اما الاجزاء اللي تقع بهذا المكان راح تكون سالبه، ك على البربنديكولار لاين اللي من نحكي من اجر خط مستقيم من بدايه الكهرباء، يعني من هذا خط مستقيم راح يقسم لي جزئين، يعني جزء سالب وجزء موجب. فالجزء الموجب من الكيو ار اس كومبلكس راح يكون من ضمن الليد اكسس، والجزء السالب اذا وقع لي هنا اي شيء من الكيو ار اس كومبلكس راح يكون سالب. يعني مثلا احنا من قلنا الانيشال اكتيفيشن راح يكون بهذا الاتجاه، وهذا المين فيكتور، وهذا التيرمينال اكتيفيشن. فبالبدايه شنو هسه راح نشوف على ليد 1، هذا كمثالنا على ليد 1، الجزء اللي يقع بهذا المكان راح يكون بوزيتيف اللي هو منه بس المين فيكتور صار لي بوزيتيف، اما الكيو والاس صارت اثنين شنو بهذا الاتجاه بل نيجاتيف بارت مال الهيمسفير هذا، فاثنين راح يكون النيجاتيف. مثال اخر نشوف مثلا ليد اي في اف، هذا الاي في اف اجي اني اجر لي هذا البربنديكولار لاين، اي جزء راح يكون من ضمن الليد اكسس راح يكون موجب راح يكون بوزيتيف، والجزء اللي يكون بالجزء السالب راح يكون نيجاتيف. فراح ابدي بالبدايه، وهذا الرسم هذا ثابت، يعني هذا الانيشال فيكتور وهذا المين فيكتور وهذا التيرمينال فيكتور. اذا شنو عندي هي الكيو هي كانت بالاسفل فواقعت لي بالجزء الموجب، اذا راح تنضم للار ويف راح تنضم للمين ويف راح تكون شنو هذا الكيو المفروض هنا تتكون بس هنا انعدمت انمسحت لانه وقعت بالجزء الموجب. اما الاس ويف فهي واقعه بالجزء السالب راح تكون بهذا الشكل راح تكون نيجاتيف يعني واضحه بشكل كبير. هذا مثال اخر للاي في ار. الاي في ار هنا اي شيء من هذا الكيو ار اس كومبلكس يقع من ضمن الليد اكسس راح يكون بوزيتيف. منو اللي راح يكون بوزيتيف؟ راح يكون الكيو بوزيتيف والاس بوزيتيف لانه واقعات من ضمن الليد اكسس، اما المين فيكتور راح تكون نيجاتيف لانه واقعت لي شنو بالنيجاتيف بارت مال الهيمسفير اللي رسمناه. وهذا ايضا ينطبق على البريكورديال، على البريكورديال ليدز اللي هن راح يتكون لي طبعا كشيء مختصر لهذا راح يصير شنو ار ويف بروجريشن، يعني انت نورمالي من تمشي راح يصير الار ويف شوي شوي تكبر والاس ويف يصير بها ريجريشن، يعني الاس ويف شوي شوي راح تقل واحنا نمشي من في 1 لحد في 6 اللي هي نفس الشيء اذا ردنا نطبق قاعده الهيمسفير او النيوترال بلين. هسه وصلنا للموجه الاخرى اللي هي التي ويف، هذا التي ويف بتمثل لي شنو الريبولاريزيشن اوف فنتريكلز. The normal T wave is usually in the same direction as QRS. In the normal ECG, the T wave is always upright in lead 1, lead 2, V3, 2, V6, and always inverted in AVR. طبعا حسب قاعدة قاعدة الـ QRS complex انه هي تكون نفس الـ QRS complex نفس الاتجاه، وايضا حسب الـ wave deflections. The shape of T wave is normally rounded and smooth. وايضا ما ننسى انه يكون الـ first part من الـ T wave يختلف عن الـ second part of T wave، يعني تكون هي asymmetric in shape. والطول والارتفاع مالها شلون تكون less than 5 mm in limb leads and less than 10 mm in chest ليدز. هذا كامبليتيود يعني كارتفاع لها، يعني ما تعبر اكثر من مربعين كبيرين بالتشيست ليد، وما تعبر المربع الكبير الواحد باللم ليدز واللي هي بهذا الشكل هي هذه التي ويف. اما الموجه الاخيره اليو ويف اللي هي نادرا نلقيها بالنورمال اي سي جي، تكون شنو تيبيكلي لو امبليتيود فولو تي ويف، يعني تكون اقل من التي ويف وتتبع التي ويف عاده. ذا يو ويف مي بي سين ان سام ليدز
especially the right precordial leads. يعني من V1 لحد V4 ممكن نلقيها. The U wave are associated with metabolic disturbance, typically hypokalemia. في حالة الهايبوكاليميا ممكن نلقي عندنا ال U wave. May be seen closely following the T wave and can make interpretation of QT interval especially difficult. يعني أنا من أريد أحسب ال QT interval اللي راح إن شاء الله نشرحه بالفيديو القادم. إذا شفت ال U wave وموجودة طبعا بالقرب من ال T wave فهذا الشيء راح يعيق لي حساب ال QT interval، وهذا الشيء يعني مهم حساب ال QT interval، فممكن تأثر لي على هالعملية. شنو الأشياء اللي ما نشوفها بال ECG paper؟ ما نشوف الميكانيكال أكشن، الكونتراكشن is not registered by ECG. من أريد أحكي يعني على depolarization والrepolarization. إذا أريد أمثل الكونتراكشن والريلاكسيشن كحركات ميكانيكية لأنه ما تظهر بال ECG. الأتريال repolarization ما نشوفها لأنه تكون covered by QRS complex أو ventricular depolarization. The depolarization of SA node and AV node and His bundle and bundle branch is not marked on the ECG, on the normal ECG. ما نقدر نشوف يعني سهل، مو قلنا الموجات من تتكون نتيجة مرور الكهرباء بعضلة معينة من عضلات القلب. فهذني البندل اوفيس والبركنجي فايبر والاي في نود والاس اي نود ما نشوف بها موجات. ليش ما نشوف بها موجات؟ لانه ما تحتوي sufficient cells to produce a voltage، هذا ما نقدر نشوفهم. وبهذا الفيديو خلصنا الاي سي جي ويفز. ان شاء الله الفيديو القادم راح احكي عن الاي سي جي انترفلز والاي سي جي سيجمنتس.